قبل كان يعني كان دوار الجحيم واختلف الوضع يعني كان عليه رؤوس مخصوصة وهيك والحسين صار يجي عليه ناس وعشاق يعني الحسين رجع دوار النعيم يعني على اسمه الحقيقي صار الناس تطلع وصار بي أمان أحسن من أولي. إعدامات كل يوم والثاني إعدامات عند الساعة عند دوار الساعة يعدم العالم بالسيف قص بالسيف قص راسه وقص يديه أخيو فإحنا كنا نكره الشيء هذا قبل مأساة يعني ما كنا نحسن نعدي من الشارع من هون نخاف حدا يبلينا خاف داعش يقولنا تعال بدي أقص راسك. شوف المنظر هاي طبعا منظر مخيف والله مرعب يعني أنت شوف إنسان عم يذبح قدامك أو كذا فعدوار هنا صارت منطقة عابرة حتى ما حدا لا ظل عمال لا ظل شغل هنا على المنطقة ما حدا يجي خالص ليه صار ذبح أو شيء أو تجمع يجمعون عالمين بهالشكل هذا صارت باب رزق للمحلات الخضرة محلات المطاعم العمال عالم جاهز يسترزق هنا بما أنه نقطة علام ما قلت لك هاي معروف يعني الدوار